هناك أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء تسير وفق الجدول الزمني بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه مصري. ده اللي صرح به السيد اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئه ميناء الاسكندريه ان اعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء تسير وفق الجدول الزمني وهو من المشروعات الجديده بالميناء بتكلفه 285 مليون جنيه مصري، مشيرا الى ان هذا المشروع سيستوعب اكثر من 1800 سياره يوميا. نشوف الفيديو وهنرجع لكم تاني وفقره التموين مشاهدي نهايه الاسبوع.